السلام عليكم كل متتبعي القناة وأعضاء وزوار منتدى ليلى بوتينة. اليوم غادي نقدم لكم ستايلة بالكنافة، غنديروها في بلاصة الورقة ديال الستايلة. غادي نحتاجو على بركة الله، غنحتاجو المقادير ديال الستايلة العادية. غادي نحتاجو اللوز، غادي نحتاجو الدجاج طايب ومفرتت، غادي نحتاجو البصلة مدغمرة مع البيض. طبعا غادي نحتاجو العجينة ديال القطايف او الكنافة، كل واحد كيفاش تيسميها. هذه هي المقادير اللي عندنا. تندوبو كمية ديال الزبدة اللي تكفينا لدهن الكنافة، بحيث ان الكنافة كاملة تشرب هاد الزبدة. غادي نصبوها عليها، الا كانت مازال حاجة ضروري نزيدو شوية الزبدة. الزبدة كتبقى على حسب الكمية ديال الكنافة اللي موجودة عندنا. نبسبسوها مزيان، نبسبسو الكنافة مزيان بالزبدة. حتى تشرب الزبدة مزيان نخليوها ترتاح، وعاد نحشوها في الحشوة ديال البسطيلة. تنوضعو الزبدة الدائبة في المول اللي غادي نعملو فيه الكنافة، تتكون الكنافة ديالنا شربت الزبيدة ديالها. تنحاولو نعملو طبقات، نعملو طبقة ديال الكنافة ونعملو طبقة ديال البصلة المدغمرة مع البيض، طبقة ديال الدجاج، وطبقة ديال اللوز. حاولوا نقويو باش تاخذ الكنافة الحجم ديال المول. تنإيطاليو الحشوة ديال البصلة والبيض، تنحاولو ما نوصلوش الجوانب غير الوسط. تنضيفو الكمية ديال الدجاج اللي عندنا، تنحاولو نفرقوها كذلك فوق
والبصله، وحتى هي كذلك ما توصلش للجوانب. نعملو كمية ديال اللوز اللي عندنا. انا بالنسبة ليا غير حمرتو في الفول، ما تنفضلش اللوز المقلي. قادوه فوق الحشوة ديال البيض ديال البصلة، الفرش ديالنا صبحت جاهزة. دابا غادي نحاولو نغلقو بالكنافة المتبقية عندنا. حاولوا نطاليوها بشكل متوازي. خصنا نبسطو الوجه ديالها بشكل جيد. دابا اعزائي ما بقى لينا غير نعملوها في الفرن تحمر. وردوا بالكم راهي ما تتزحمش الحراره كثيره، ما نحاولوا ما نغفلوش على الفرن. هذا هو الشكل ديال الوجه ديال الكنافه من بعد ما تتقرش من الفرن. يمكن لينا نسقوها بالعسل او بالقطر، وكذلك يمكن لنا غير نرشو عليها سكر كلاصي. التزيين تيبقى حسب رغبه كل سيده هي والذوق ديالها. بالنسبه للتزيين انا اكتفيت ان رشيت عليها غير شويه ديال السكر كلاصي. شكرا لمتابعتكم الوصفة، إلى اللقاء مع وصفة جديدة.